السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى من الله أن تكونوا بخير وبصحة جيدة. يا ريت بعد إذنكم ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وتعملوا برايك عشان يوصل لكم الجديد. والآن نوفيكم بأسعار ماكينات الخياطة في مصر 2024، ونبدأ. آلة خياطة صغيرة محمولة من اندور، ماكينة خياطة يدوية كهربائية إصلاح سريع ب 275 جنيه مصري. ماكينة خياطة تعمل من بروزر لون أبيض 1400 واط ب 15597 مصري. ماكينة خياطة من برازر موديل جي بي 1400 واط لون أبيض 15597 مصري. أبو كسرو ماكينة خياطة كهربائية منزلية صغيرة بلون أردواني من أن سي لف ب 420 جنيه مصري. ماكينة خياطة منزلية من سينجر المادة حديد بلد التصنيع الهند لون أسود ب 4720 جنيه مصري. ماكينة خياطة من برادر 3700 دي اس متعدد الالوان 28796 جنيه مصري. ماكينة خياطة 528 12 غرزة ب 8000 جنيه مصري. ماكينة خياطة كهربائية لاسلكية صغيرة محمولة باليد مع مستلزمات واكسسوارات الخياطة 279 جنيه مصري. علبة تخزين صغيرة لمعدات الخياطة اخضر 100 جنيه مصري. مقص الإبرة العملي خيط سيمبل دبوس آلة التخزين الرائدة مجموعة الخياطة المنزلية ب70 جنيه مصري. ماكينة خياطة من برازر ب12000 جنيه مصري. ماكينة خياطة من كريتيف 2720 ب13000 جنيه مصري. آلة خياطة صغيرة محمولة من انديور، ماكينة خياطة يدوية كهربائية اصلاح سريع ب275 جنيه مصري. ماكينة خياطة كهربائية نصف اوتوماتيكية من ليفيان، ماكينة خياطة صغيرة محمولة بإبرة واحدة ب540 جنيه مصري. ماكينة خياطة بالماتور الهندية من سنجار لون أسود ب4550 مصري. وبهذا قد أوفيناكم بأسعار ماكينة الخياطة في مصر 2024. لا تنسوا الاشتراك في قناة حزب الرجال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.